اوكي انجلينا ما فازت ولا اشي بالمرة. جاش M&A squad, welcome or welcome back to our channel. If you haven't already, please, ya rab, tamrulna subscribe. واليوم بدنا نعمل اشي لوكي غريب وغبي. بس انتو كتير شفتوا هذا الحكي على التيك توك وبرضو شفتوا اكيد على اليوتيوب. واللي بدنا نعمله اليوم, here عنا السرب. هلا اللي بده يصير, هذا هو الطاولة. هلا on this طاولة في عندكم goodies, في عندكم سكر, في عندكم قهوة, في عندكم قروش, في عندكم شوكليت, في عندكم سماعات هاي هون بس مش مبينين cause they're black. في عندكم برضو كمامة وهذا السبراي هايجين. Jenna, tell us what's the plan, how the game goes. The plan is انه احنا رح we gonna roll لمحارم الحمام, okay. ومين الشخص اللي بياخذ اغراض اكثر فاليوبل, يعني اكثر لها قيمه, هو اللي بيفوز. Yeah. فاحنا راح نكون She's gonna roll the paper, واللي راح توقف عليه راح يكون على الا انجلينا. بعدين it's gonna be my turn. فراح نستخدم اوراق حمام بس عادي. Toilet paper. ما بنعمل دعايه احنا هلا لسه. So technically it's called the rolling toilet paper challenge. So Let's go. Angelina, يلا. أنا أول. Yeah. دائما أنا بوز المدفع. يلا. Put it and roll it على الإشي okay. اللي بطلع into you want it. Okay. أنجلينا ما فازت ولا إشي بالمرة. جاش. And we said that this challenge is easy. يعني هي من أول. يعني إيش في؟ يا رب أفوز المصاري. طيب ها. اوكي كوفي سو كثير انت حذقة يعني كثير كثير يو جو كوفي از اوف ذا تيبل او نو يو كان نو 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 تشيرن مره واحده ما طلع لي شيء لا يو كان دو ات اجين يلا جو اوكي تكنيكلي طلع لك الهايجين مبروك انجلينا 3 2 1 You took my money. All the money. مروة انجلينا you suck at this game. يلا come your turn. على فكرة ما ضايل لك شيء بس الشوكليتس وال بس ضايل الشوكليت والكمامة والسماعات. اوكي سو انا السماعات. سماعات. يلا. برد النطن برد النطن. Even my chocolates. يعني I took everything. عن جد you took everything. أنتي خلاص ضايل لك الكمامة. So go ahead and take it ومبروك على كل حال. I'm gonna take it. يلا. لازم you need to land it over here. You land it. Bravo. Overall guys, this challenge was weird as hell. Yeah. But you know, but it's fun. And it would be more fun if the table was like full with goodies, like more money. Yeah. And like, ما بعرف ذهبات أو إشي بيكون أحسن من chocolate من الحكي. Let's do part two. We'll do part two of this if you guys smash. And we can put a lot of money. And we put a lot of money, but first you guys need to smash the like button. Yeah. Let us know in the comments below if you liked it. وإذا حابين ما بعرف اعملوها بالبيت تسلوا بالحضر أو إشي مع عائلتكم. Exactly. Do not forget to subscribe to our channel, hit that bell, give us a like, and we love you guys, but do not make it weird. Always make it weird. Peace.